من ناحية اقتصادية أثرت علينا كثير كثير، ارتفاع الأسعار أثر علينا، الغلاء برضو أثر علينا، في حاجات كثير ناقصة وما بنقدرش نأمنها، وفي أشياء كثير كثير أثرت علينا، يعني ما بقدرش أذكر كل الأشياء اللي أثرت علينا الآن، في أشياء كثير أثرت علينا. بتشوف في ارتفاع كبير بالأسعار؟ ارتفاع بالأسعار كثير، لأنه بسبب نقص البضاعة ونقص المواد الغذائية ونقص الخضار والفواكه والمواد السمانه اللي هي المازون أثرت علينا كثير كثير. المعاشات تكفي اليوم بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة عند الناس؟ لا ما بتكفي، ما بتكفي الأوضاع المعاشات بالنسبة للأوضاع اللي عايشين فيها اليوم والغلاء والنقص بالبضاعة ما بتكفي. كيف تتأقلموا مع الوضع بهاي الفترة؟ والله المثل شو بقول لك، عكد فراشك مد جريك، بدنا نتأقلم مع الوضع اللي عايشين فيه، يعني غصب عنا مش من خاطرنا هذا الاشي. طبعا أثرت كثير، وزي ما قالوا الوضع المادي صعب كثير، ومش كل الناس بتقدر تشتري المشتريات اللي هي موجودة بالسوق، ودايما كل اشي بعلياء، يعني ما فيش اشي بنزول، كل ماله ما بيطلع يعني الاشي. بتشوف في غلاء كبير بالمحلات التجارية؟ مش نتفي، كثير كثير كثير، زي ما قالوا الناس يعني وضع صعب، وفيش رحمة للمحلات التجارية ولا حدا بيرحم، كلياته بغلاء. هل اليوم المعاشات تكفي بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة حسب رأيك؟ طبعا بتكفيش، مش كل الناس بتنتج زي بعض، وواحد أكثر من الثاني، وفي ناس بتقلل يعني بشغلات اللي هي زي ما قالوا شغلات اللي بتبغينا عنا. يعني كيف بتتأقلموا مع الوضع في هاي الفترة؟ صحيح بصعوب، يعني مش بالهوين، يعني بسبب الأوضاع الراهنة بالبلاد كدش أثرت عليكم من ناحية اقتصادية؟ كثير غلفت وقليت وإشي، يعني في هيك وهيك، مش انه يعني كيف الغلا. بتشوفي في غلا كبير بمحلات التجارية؟ في كثير غلا، هن لازم ينزلوا اكثر من اللازم. هل اليوم المعاشات تكفي بسبب الاوضاع الاقتصادية الصعبة عند الناس؟ كيف الواحد ظروفه، كيف يعني حسب الشغل، حسب الاشي اللي هذا بيكفيش. كيف بتتأقلم مع الوضع في هاي الفترة؟ ايه انا بنشتري بنحط بالدار للاكل. يوم صرتوا تشتروا هيك يعني مواد تموينيه على قدكم؟ الا على قدنا من الغلا، لازم يرخصوا اكثر، هيك يبطوا كثير، يبطوا مش انه ايش رخصنا، وهذا بعده غالي. انا شوفير تاكسي 43 سنه، هاي اول مره بالتاريخ بصير معنا ايش عن ازاي نزل الشغل 80%، الشغل نزل كثير في الشغل، وضع الاقتصادي كبي، الأسعار غالي، خضرة الفواكه، يعني السولر عندنا غالي، شايف هتسقوت كبيرة، هتسقوت فيه، وفيش احنا سوتكي بقوله يعني فيش دخل في المرة، شيلي أوضاع الاقتصادية كثير صعبة، والله يساعد أبو العيال، يعني زي ما قالوا أنا راسي وراس مرتي، أنا بجوز أولادي يعني الكل، أما يعني أنا كيف مكان بلفها بإيش مكان، أما اللي عنده عيال هذاك المسكين، يعني أنا أولادي مثلا بجذوا، كل واحد عنده 3-4 أولاد، شايف؟ بتشوف في غلا كبير بالمحلات التجارية؟ كثير، يعني المزبوط بدل ما يهونوا على الناس ما تغيرش الوضع، دير بالك كله حكي فاضي، بقول لك مفتسعين، لا يا عمي فيش، كله حكي فاضي. أنا بدي على الأشياء الأساسية، طب ليش مفتسع على الشوكولاتة وعلى الطوفي وعلى الشغلات وعلى البيجلة؟ أنا بدي على الأشياء، الرز، السكر، المواد الغذائية الأساسية، هاي أهم إشي لرب العيلة، صح ولا لا؟ اليوم المعاشات حسب رأيك تكفي بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة عند الناس؟ لا بتكفيش، يعني اليوم يعني أب عيلة مع مرأة وولاد اثنين يعني بده 15,000 شيكل بيطلعش من الشهر، أقل إشي. كيف بتتأقلموا مع الوضع بهاي الفترة؟ شو يعني زي ما قالوا من حوالي البيت كيف بقولوا، يعني مجبور، يعني زي ما قالوا شد الأحزمة، مزبوط ولا لا؟ الأوضاع على الكل، يعني وضع الاقتصادي صعب، بعدين وضع حرب، يعني لازم الواحد يعرف كيف يتصرف في البيت، مجبور يعني.